100%، ونخليكم تكتشفوا الطريقه والمقادير، فرجه ممتعه. ما تنسوش تدعموا اللايك ومرحبا بكم. كنحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق، الحليب دافئ على حساب الخليط، كنحتاجوا لواحد البيضه، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، الملح والسكر على حساب الرغبه ديالكم، وكنحتاجوا 3 ديال المعالق ديال الزيت، كنت نسيت ما حطيتهاش في المقادير. هنا كناخذ خميره حبيبات معلقه كبيره، وكنضيف لها واحد شويه ديال السكر، من بعد كنضيف لها شويه ديال الحليب، وغادي نخلطها جيدا. من بعد نخليها حتى غادي تفاعل هذه الخميره، غنخليها جانبا، هنا غنحركها مزيان، بعد غنخليها حتى غادي يعني بحال كتفاعل الخميره. من بعد غادي نضيفها لباقي المكونات، غادي نغطيها وغنخليها جانبا. نمر باش نعجن معكم العجينه. في هذا الاناء هذا غادي ناخذ، غادي نعمل السكر، السكر كيبقى على حساب الرغبه ديالكم شحال ما بغيتو. من بعد كتضيفوا 3 د المعالق كبار ديال الزيت، زيت نباتيه اي نوعيه. من بعد كتضيفوا الملح، الملح على حساب القياس ديالكم شحال ما بغيتو، وبطبيعه الحال كتضيفوا الا بغيتوا الفانيلا ولا اي حاجه كتعجبكم. من بعد غنضيف معلقه كبيره ديال الزبده اولا المارغرين، غنضيف هذيك البيضه، ومن بعد صافي كنخلط هاد المكونات، وكنضيف لهم هاد الخميره اللي تفاعلات. من بعد غادي نجمعهم بالحليب، اولا الا ما عندكمش الحليب تضيفوا الماء. صافي غادي نخلط بحال هكا كما كتشوفوا، حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كيكون متماسكه بحال العجينه ديال الخبز. ومن بعد غادي ندلكها واحد شويه. صافي ها نتوما كما كتشوفوا هي تجمعات لي العجينه، غادي ندلكها واحد شويه باش كتعطيني نتيجه مزيانه، واحد 5 دقائق اولا اللي بغيتو، مهم دلكوها مزيان. ومن بعد كتخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها باش نمروا نشكلوها ونحضروا بها هاد الشنيك، ها القوام ديال العجينه. صافي غادي نغطيها في هذا الاناء هذا، وغادي نخليها تخمر حتى غيتضاعف الحجم ديالها باش نمروا نكملوا المراحل. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خمرت لي العجينه غادي نخرجها، وغادي نحيد منها داك الهواء، ويقدر تقسموها جوج كويرات باش ما تغلبكمش. من بعد كتطلقوها، كديروا شويه ديال الطحين وكتطلقوها على سطح العمل. ولا بغيتوها بالكريمه، يعني كتوجدوا الكريمه ديال الكاستر اولا الكريمه الحلواني اولا اللي بغيتو. من بعد صافي كتطلقوها بحال هكايا على سطح العمل مع شويه ديال الطحين. من بعد كتاخذوا المربى، اي نوعيه ديال المربى عندكم. انا بالنسبه ليا خديت هذه ديال المشماش، ويمكن لكم تضيفوا اي حاجه، الكريمه اي حاجه، الشوكولات اللي عجبكم. غادي ندهن سطح ديال العجينه بهذا المربى. ومن بعد كتاخذوا داك الزبيب حتى هو يعني كتعملوه من الفوق، وانتم لكم الاختيار عملوا اللي بغيتو. صافي كما كتشوفوا هكا غادي ندهن هاد المربى على سطح ديال هاد الشنيك، ومن بعد غادي نضيف شويه ديال الزبيب غنرشو حتى هو من الفوق بحال هكا. من بعد كتاخذوا العجينه كتلويوها، ومن بعد كتقطعوها باش ما بغيتو، اما بالموس، انا خديت واحد الزبيب اولا واحد يعني الخيط كيكون يعني مزيان هو اللي باش كيقطعها لكم دغيا. صافي كتبقاو غادي بحال هكا كتلويو، وانتم كتزيرو باش ما كتحلش لكم العجينه. صافي غنستمر بحال هكا حتى الاخير، ومن بعد ان شاء الله ونوريكم. صافي بحال هكايا. من بعد هذوك يعني العجينه الاولى ما ترميوهاش، كتاخذوها وكت هي كطيبوها. انتما كتاخذوا، انا خديت السبيب اولا الخيط وكتقطعوها بحال هكايا، راه بسهوله كتقطع. صافي من بعد كتاخذوها وكتوقفوها وكتضغطوا، وغادي نخليها تخمر مره ثانيه حتى غيضاعف الحجم ديالها. ومن بعد كدهنوها بالبيض وكتشكلوها على حساب اللي بغيتو نتوما، يمكن لكم ديروا الاشكال على حساب اللي عجبكم. غنستمر بحال هكا كما كتشوفوا، غادي نبقى غدا وانا كنقطع حتى غنكمل العجينه ديالي. هانتوما راه بسهوله كتقطع، اولا تاخذوا موس يكون ماضي بحال هكا يعني وتضغطوا عليها من الفوق باش هكايا يعني باش تجيكم مزيانه، ما تجيكمش يعني غليظه. من بعد صافي كتخليوها حتى كتضاعف الحجم ديالها. صافي ملي كتخمر صافي كتاخذوا البيض مع
مع الحليب شويه ديال الحليب، ومن بعد كت يعني كتدخلوهم الفرن حتى كيتحمروا. هادو خليتهم بحال هكا كما كتشوفوا، يعني ما تضغطش عليهم. صافي غادي تدهنوهم، ويمكن لكم نتوما تزينوهم باش ما بغيتوا اللي عجبكم. انا غنستمر بحال هكايا، غادي ندهنهم يعني عادي حتى غنسالي، ومن بعد كندخلهم الفرن كيكون ساخن، وكنخليهم حتى كيتحمروا على نار ما تكونش عاليه، خليهم يطيبوا على المهل. صافي وفي الاخير كتحصلوا عليهم كيكونوا محمرين وكيكونوا يعني زوينين، وكيجي العجينه ديالهم ناجحه 100%. صدقوني يا البنات والله العظيم، ها انتم حتى دوك الطرفه اللي قطعت من الجناب يعني ما رميتهمش خليتهم، وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. كتجي رطبه وكتجي زوينه، وان شاء الله تجربوها يعني مع معلقه ديال الزبده، كتخرج واحد شنيك رائع ويعني وساهل، وان شاء الله نقسمها لكم من الداخل باش تعرفوا القوام ديالها. وان شاء الله تجربوهم لوليداتكم وللاعز الناس عندكم، لان كنبغيو بحال هاد الفطائر او لا بحال هاد الشنيك. صافي بحال هكايا، ومن بعد يمكن لكم نتوما الا بغيتوا تعملوا الكريمه اولا المربى لكم الاختيار. هذا هو الشكل النهائي ديالو في الاخر كيجيو. هادو عاملين فحال بتي بان، وهادو عملتهم فحال شكل يعني شنيك، وان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. شكرا للمتابعه ديالكم، شكرا على دعمكم وعلى التعليقات ديالكم اللي دائما كيفرحوني، الله يخطيكم عليا ودائما مع الجديد والسهل والبسيط. شكرا للمتابعه ديالكم، غادي نخليكم مع الزهور ديال الربيع ومع انغام ديال احيدوس، وشكرا للمتابعه ديالكم، والى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.